النجم ذو الأصول المغربية لامين يامال، نجم نادي برشلونة الأسباني، يفجرها بتصريح تاريخي عظيم بعد تواجد إبراهيم دياز في لائحة المنتخب المغربي لهذا الشهر. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، فضلا وليس أمرا، الضغط على زر اللايك وزر الاشتراك، ولا تنسى تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. تحياتي لكم، رمضان كريم عليكم جميعا جميعا جميعا. لامين يامال اللاعب ذو الأصول المغربية تحدث اليوم لصحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية، وأكد بأنه سعيد جدا 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 من أجل تواجد صديقه إبراهيم دياز في لائحة المنتخب المغربي لهذا الشهر. وتمنى لامين يامال أن يقدم إبراهيم دياز إضافة عظيمة وكبيرة للمنتخب المغربي، وأكد لامين يامال أنه تواصل هاتفيا مع إبراهيم دياز خلال الساعات القليلة الماضية، وهنأه على التواجد رفقة المنتخب المغربي خلال معسكر هذا الشهر. اختتم لامين يامال تصريحاته قائلا: رغم كل ما يذاع ورغم كل ما ينشر، إلا أنني سأظل مغربيا وسأظل مشجعا للمنتخب المغربي حتى آخر نفس في حياتي. أتمنى التوفيق لصديقي دياز في منتخب العشق بالنسبة لي المنتخب المغربي، وإن شاء الله المنتخب المغربي يحصد البطولات والإنجازات خلال المستقبل القريب جدا جدا جدا.